مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. ندخل فيه عشان عندنا موضوعات كتير. هدخل في الاخبار انا وساره سريعا جدا، وهبتدي طبعا بفرقه النادي الاهلي. النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي كان ليه جلسه مطوله مع المدير الفني مستر بيتسو موسيماني خلال تمرينة الفريق صباح اليوم. الجلسه دي يمكن يعني تناولوا فيها بعض الملفات واتكلموا في بعض الامور الاداريه على وجه التحديد المرتبطه بالتحضير للمرحله الجايه. والنهارده طبعا يعني التمرين يعني كان فيه فقرات كده خفيفه، فقرات خلينا نقول فقرات ترفيهيه، وده وفقا لبرنامج اللي حطه طبعا الجهاز الفني خلال المرحله الحاليه. والجهاز المعاون لمستر موسيماني قاد اللاعبين في بعض الوحدات التدريبيه خلال المران صباح اليوم. طبعا صالح جمعة ومحمود كهربا لعبوا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظموا خلاص في تمرين الفريق الجماعي، وكان زي ما حضراتكم عارفين أن الثنائي حصلوا على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن تمرين الفريق امبارح. طبعا الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بكرة الاثنين، ومفروض أن الأهلي هيستأنف تدريباته بعد بكرة يوم الثلاث استعدادا للمرحلة اللي جاية.